مضمضة وانت مغمض بالهرزيز. وبعدين الكتف دي معاها جاي دول وبعدين البلاطة تمام ثلاثة مع بعض دول من السيستم كده ما بيجيش الا في الهرزيز كلام واضح. لو جالك الرينا ريزيستنت كله في السلايدز اللي قدامك يبقى ده على طول وانت مغمض في الهيسين. ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. يبقى جايب الكتف واليوريتا والبلاطة سواء جاب بايلاتر ولا يوريتا. خلاص الشرايح او الجار الوحيد اللي فيه سيستم مع بعضه كده هو الفلاسيس. ماشي الحال؟ طيب واحدة واحدة نبدأ في أي واحدة فيهم من تحت. البلاطة. البلاطة في الثلاثة حاجة واحدة بس. كلها فيها ساندي باتش، كلها في حاجه اسمها ايه؟ جرانيولا ميكوزا والساندي باتش، كلمه واحده بالظبط. جرانيولا ميكوزا ولا انت شايف في ساندي باتش ولا انت شايف مين؟ بس خلاص احنا عرفنا التشخيص. ثلاثه مع بعض دول مع جدني مع وانا الفضل يبقى على طول ايه؟ سواء كان جايب تو كيدنيز ولا جايب ايه؟ كيدني واحده. خلاص؟ فده اول واحدة عندي اهي جايب التوكيدنس واحدة صغيرة خالص شرانكت والتانية بقى كومبنسات وهايبر تروفي ولا هايبر كليزيا؟ تروفي. ايه اللي هايبر تروفي؟ انما دايما الهايبر تروفي بتحصل مع الهايبر كليزيا اكسبت ان بيرمننت سيلز اكسبت ان بيرمننت ايه؟ الحاجات اللي فاتت زي المصري يحصل هايبر تروفي بس خلاص؟ لكن دايما الهايبر كليزيا تلاقي جنبها هايبر تروفي على طول او العكس. خلاص يبقى جايب لي هنا السيستم على بعضه جايب لي فيه تو كيدنيز وتو يوريتا وجايب البلاطر. خلصنا من البلاطر في الثلاثه سلايدز نقول البلاطر دي عباره عن جرانيولار ديرتي. خلصت ناس بتسوي كلمه ديرتي يعني تمام؟ بلاطر ويز ساندي باتش جرانيولار ديرتي بلاطر ويز ساندي باتش. خلاص كده؟ يبقى خلصنا من البلاطر. طيب الشريحه الاولانيه فيها كدن صغيره هي كويس وفيها كدن كبير يبقى دي اتروفيك ودي ايه؟ كومبنسيشن. واحده صغيره اهي اصبر يا ابني اللي حصل فيها في الهرزيز ازاي؟ ميل في اليورين الفضا وفي اليوتا بتعمل في اليورين الفضا وفي اليوتا سيستايت السيستم الاول بتعمل بونز نيست وبعدين سيستايت السيستنج او سايتس ايه؟ السيستايت السيستنج او الجراندولاريز لما يبقوا في اليوتا يبقى اسمهم لوتايت السيستنج اند لوتايتس جراندولاريز. هي هي بس بدل ما تقول سيستايتس يعني بلاطر تبقى لوتايتس. خلاص؟ وبعدين كنت عايز افهمك لما يحصل دايما فايبروزس في اليوتا اليوم بتاعته هديه ولا مش هديه في حتت؟ لو زادت في اي مكان الجزء اللي فوقها يبتدي يحصل له دايلاتيشن، يبتدي يحصل له ايه؟ يعني ادي اليوريتا اهو، لو رحت جايب كده حته من تحت رحت سادد اليوريتا الميه اللي بتنزل تبتدي تتجمع تعمل دايلاتيشن في اليوريتا، صح ولا لا؟ الدايلاتيشن بتاع اليوريتا ده لو ميه بس اسمه هايدرويوريتا، اسمه ايه؟ حلو الكلام؟ وبعدين تطلع على الكدن تبتدي تكبر الكدن في الاول فتعمل لي هايبوريفوز تعمل لي ايه؟ وبعد كده الكدن يحصل لها قطو ولما الكدن يحصل لها كومبليت قطو ممكن تخف بالسايز يحصل لها شنط. الميه دي اليورين ده لما يتملى يحصل فيه انفكشن ويتملى بص بدل ما اقول عليه هايبوريوتا يبقى اسمه بايويوتا. يبقى اسمه ايه؟ بايويوتا. والكدن يبقى اسمها بايونيفوز. اسمها ايه؟ واضح الكلام ده؟ طيب فهنا في بالهيزيس في اليورينا البلاطر عملت لي ساندي باتش وبالهيزيس هو خد لي حته من اليورطه اهي شايفين النقط الصفرا دي؟ دي اسمها اليورتايت السيستم. اسمها ايه؟ عامله سيستم اسمها اليورتايت السيستم زي بالظبط سيستايتس
سيست خلاص كده. وبعدين بعد كده ابتدى يحصل هنا في الكدني اتروفي، في طبعا هنا دايليتد وده مو يعني هو نسموم، انما شايفين ده بقى واسع ازاي، يبقى ده اسمه. وكان في باص اسمه بايونيفور، اسمه ايه؟ وخد معاه البلز، يبقى بايو يوتا اند بايونيفوزيس، بايونيفوزيس ومعاه البايو ايه؟ يوتا. وبعد كده حصل اتروفي في الكدني، عملت لما يحصل انفلاميشن في الكدني بارينكيما اسمه بايرونيفايتس، اسمه ايه؟ يبقى الكدني بقى بايرونيفايتس اتروفي كون ومعاها هايدرو بايونيفوزيس وبايو يوتا وسيستايت او يوتايت السيستيكا ومعاها ساندي باتش في اليورينا والبلاطه. خلاص احنا التشخيص مش هنتعب، التشخيص مش هنتعب فيه خالص، خلاص كده؟ تشخيص سيستم على بعضه يبقى ايه؟ خلصنا من دي. المشكله كلها عندي هنا ان لو شاور لي على الكدني الصغيره هقول له دي عباره عن بايل ونفريتك سمول شرانكن كدني. عرفتها ازاي؟ ان هي كرونيك علشان السيرفس بتاعها ايه؟ ريجولار. شايفين السيرفس بتاعها هنا اهو؟ ريجولار سيرفس. احنا عندنا قانون في الكدني. اي كرونيك ديزيز في الكدني يخلي لي الكدني سمول والسيرفس جايرو او فيه ديبريشن. اي اكيوت ديزيز في الكدني يخلي لي الكدني نار والسيرفس سموث. خلاص كده؟ فهنا ده كرونيك ديزيز علشان السيرفس هنا ريجو. هنا دايليتد كاليسيس. تمام؟ يبقى ده عباره عن بايو نيفروزيس. دايليتد يوريتا. بايو هايدرو او بايو يوريتا ومعاها يوتايت السيستم. بس بتعمل سيست ايه؟ دي جزء بس هتعمل ليفيجن. مش في سيستم متجمعه تحت الجزء. هتعمل الفيجن في الميكوزا، الفيجن اللي هو موجود ده. خلاص؟ يبقى ده اسمه يوروتايت سيستم. وبعدين خلاص اتفقنا ان البلاطه بنقول فيها عباره عن جانيولا ارتيرت بلاطه فيها ساندي ايه؟ التشخيص بتاعي هنا لازم. طب الكدن الكبير دي لو شاور عليها اقول له دي عباره عن كومبنساتوري هايبر تروفي او هايبر تروفي في الاذر. خلاص يا جماعه؟ طيب اللي بعدها هنا بقى ادي التو كدن بس شكلهم عجيب. وادي التو يوتا شكلهم برضه فيه ايه؟ دايليت صح؟ وادي البلاطه الكلام فيها ست. التشخيص بتاعنا اتفقنا ان هو بالهيزيتس في العين البلاطه والايه؟ واليوتا خلاص. الكلام ثابت في البلاطه جرانيولا ساندي باتش. تمام؟ طب تعالوا نشوف هنا في اليوتا اكتر من حته فيها كونستريكشن. حصل فيها فايبوس وحصل فيها ايه؟ كونستريكشن. فدي بيسموها كونستريكتد رينج. تمام؟ نمرة اثنين ان الكو يقطع، انتوا عارفين اولاد الحجم بتاع الكو يقطع الطبيعي قد ايه؟ زي ينفخ القلم. رفيع جدا. شايفين هنا وصل ازاي؟ يبقى ده حصل فيه هايدرو يقطع وحصل فيه دايما انفكشن يبقى بس اسمه بايو ايه؟ يقطع. يبقى فيه بايلاتر بايو يقطع. بايلاتر ايه؟ بايو يقطع. والاثنين كدني مليانين فهو الاثنين اللارجد وفيهم مالتيبل سيستم. يبقى ده اسمه بايو نيفوز. بايو ايه؟ يبقى في بايو ميكوزس في التو كيدنس، بايو يوتا في التو يوتا، في كوليستريكت دين، في جرانيولار ساندي باتش في اليورينا ايه؟ بلاطر. التشخيص بتاعي من الاسيس. خلاص؟ التالتة يونيلاترال بس. بس برضه جايب لي فيها السيستم كله. صح ولا لا؟ يبقى على طول التشخيص ايه؟ واللي هقوله في البلاطر ايه؟ ساندي باتش. دين او تعبتي راسك يعني نفس الكلمة. بلاطر ميكوزا فيها ساندي ايه؟ باتش. هنا في حته في اليوتا ضيقه مش كده ولا لا؟ وفي حته واسعه مش كده ولا لا؟ الضيقه دي فيها ستينوزس او فايبوزس. وطالما حصل بعد كده ده اسمه هايبو ايه؟ يوتا. اسمه هايبو ايه؟ وهنا ما اعرفش هتقدروا تحصلوا لا يا اولاد في نقط صفرا صغيره كده. دي ساندي باتش. بس ايه؟ لو قلتها قلتها ما قلتهاش مش ما قلتهاش طبعا في ناس ممكن ما تعصاش انما هي باينه جدا اهي بالنسبه لنا يعني. يبقى في حته واسعه هايدرو يوتا تمام وفي حته ضيقه في فايبوزس وستينوزس والبلاطه متفقين فيها ساند باتشز والكدني هنا هنا سلايتلي انلارجد سلايتلي ايه؟ انلارجد كدني فيها شويه هايدرو نيفوز فايلتيشن. طب السيرفس هنا سموز ولا مش سموز؟ سموز. مش حاجه كون يبقى مش حاجه ايه؟ يبقى الكون يبقى هنا اللارج يبقى سلايتلي هايبو
نفوت الكدني هايدروليفوزس في اليوريتا وستريكشن في اليوريتا ساندي باتشز في اليوريتا بلادر التشخيص بتاعي بالايه؟ بالهرزيز ومعاها هايدروليفوزس وهايدروليفوزس. هو ما تبقاش هنا تحت. هو السلفيه دي لما انا هبقى دكتور بفتح بطن عيان اشوف اليوريتا ضليت نظيف بص اهو يوريتا اشوف في الميه هاي يوريتا بين البص وبين الميه خلاص احسب. اقول لك انا الوحيدة اللي هايبو يوتر اللي هي فيها سنجل كيت والباقي بقى يوتر كده حلو. انت قول هايبو يوتر وباقي يوتر كلينيكالي يعني او بالسلايد ده يمكن انما كلينيكالي يوتر انت مش كلينيكالي انما بالتحشيش لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى هاي يوتر لما تيجي كدني لوحدها تبقى هاي يوتر خلاص؟ يبقى خلاص اتفقنا يا اولاد اول ثلاثة سلايد عندي من ايه؟ الهرزيز عشان جايبه كل ايه؟ السيس خلاص؟ بعد كده اخش في التي بي لانج الكدني. بص يا اولاد الكدني هنا جايب لك كدني هنا من غير لا يوريتا ولا يوينا من بلد وهنا كدني برضه من غير لا يوريتا ولا يوينا ايه؟ بلد ماشي؟ كدني من غير لا يوريتا ولا يوينا شوية بلبس بالنص هو وده بلبس بالنص هو اسمع يا ابني ده كدني الكدني دي ده منظر كدني دي كدني مقسومة كده ومفتوحة كده ماشي؟ يعني انا لو قلبتها كده هتبقى كدني شيزي انما دي مفتوحه من النص ما هو كده تخيلتوها؟ ودي نفس الكلام هذه الكدني اهي تفتحها انت اصلا لما هشتغل في الباثولوجي اول ما بتجي له كدني بيجي جاي بره لجوه بالمشرق وفاتحها وقلبها كده عشان يشوف الفيلمس بتاعها ويشوف هيعملوا هيخليها ايه؟ نصين زي بعض بالظبط. فاحنا عملنا كده فتحناها اما فتحنا الكدني دي لقينا فيه هنا ثلاثه كاسيتنج فصار ادي واحده ادي الثانيه هي المشهيه ادي الايه الثالثه يبقى على طول ده رينال تيبركيولوز رينال ايه انت بقى لا شايف لا بيراميدز ولا شايف مضله ولا شايف كوك صح بس انت قول انها هو رينال هو عامه التي بي يبقى فينا حته في الكدني كورتيكو مضله جامد عند الكورتيكو مضله ايه او في رينال بيراميدز رينال بابيل رينال ايه بابيل فانت قول انا شايف فوكس او في السايت اوف كازيتنج تي بي عند غينا البابيلي او في الكوتيك مضلل جنكشن يبقى دي كدني بايسكتد فيها ثلاثه في السايت اوف كازيتنج تي بي التشخيص بتاع غينا التوبركيولوزيس هيشاور لي على اي واحده فيهم اقول له عباره عن يلو كازيتنج فوكس اوف تي بي عند غينا البابيلي تمام دي نفس الكلام ادي عندي التو كدن هما مفتوحين واحده واخده الكورتكس المنظر ده وادي كازيتي فصاي هنا ده 1 2 3 كل ده كازيتي فصاي وهنا عامله لي كابيتيشن هنا عامله لي ايه كابيتيشن خلاص يبقى ده برضه تي بي بايلو ليفايتس اي انفلاميشن في الكدني بارينكيما اسمه بايلو ايه فايتس بايلو فايتس يبقى ده تي بي بايلو ليفايتس هنا ده اكستنسيف اوتيكو مضلل كازياس ريديوز ويز كابيتيشن ويز ايه كابيتيشن اي واحده من دولت بين يلو كازياس فصار بين يلو كازياس ايه فصار امال ايه البتاع اللي على الجنب دي ديزيز واحد مولود بقى كده بيسموها كونجينيتال سيستم بيسموها ايه بلاش دعوه بالتيبي خالص انتوا اللي هشتغل فيك سونار هتلاقي اكتر من 50% من المتهمين سونار عندهم يوني يوكولار سيست كده في الكدني سيم ملهاش اي لازمه واحسن ما تقولش العيان عليها لانها ملهاش اي افكت تمام لو قلت له عليها هيتمه طول عمره ايه يشتكي واه وهو مش حاسس بحاجه ده انت ما تقولوش عليها اصلا دي بيسموها سيمبل رينال سيست بيسموها ايه سيمبل رينال سيست يبقى التشخيص بتاع التي بي بايرن فايتس خلاص ايه دي يا نادمين يا ريس ايه انا غلط في ايه يوم
ايه ده؟ فايلو نيفايكونيك فايلو ايه؟ رايت. ده عباره عن بايو نيفوزس وايه؟ بايو يون. بايو نيفوز وايه؟ طيب دي يوتايت سيستم ده عباره عن ايه؟ اليورين اند بلاد ثاني بقى ايه؟ ثاني اه كيدني هايبرتروفس تمام. دي بالهيزيسيس اليورين اند بلاد وفي اليون ومعايا بايو نيفوزس وبايو يون. بايو نيفوز وايه؟ طيب دي عباره عن بايو نيفروتيك كيد بايلات. دي كونستريكشن في الايه؟ في اليورتا. وده عباره عن بايو يورتا والبلاد خلاص ثاني بقى. هنا بقى قلنا لما تبقى لوحدها يبقى ده هايبر مش كده؟ ساندي باتشز كونستريكشن هايدرو يورتا وفي شويه هايدرو نيفروز كدني وفيها يلو فوكس هنا تيبركيولوز. هنا ليه؟ تيبركيولوز. اما تعمل تاخد كل البعينكما كده وتعمل مالتيبل نيديول تبقى اسمها تي بي فايلو نيفرايتس. اسمها ايه؟ تي بي فايلو نيفرايتس. تعالوا بقى شوفوا بقيه الكدني باقي فيها حاجتين. تيجي لك الكدني كده مليانه من جوه سيستم تفتح الكدني تلاقيها اتحولت مالتيبل سيستم وتلاقي الكورتكس بقى تن واتروفيك تمام وانت مغمض كل الترمين مع بعض بايونيفوزس اند بايونيفايتس بايونيفوزس اند ايه؟ يعني الكدني هتشوفها دلوقتي هتبص تلاقي الكدني مفتوحه مليانه سيست من جوه تمام. السيست دي لا اما كلير ما فيهاش حاجه خالص لا اما فيها ديرت كيزيس ماتيريال ايا كان اللي فيها التشخيص بتاعي بايونيفوزس بايونيفايتس بايونيفوزس اند بايلو ايه؟ تمام؟ لو لقينا فيها كيزيس ماتيريال تبقى تي في ما فيهاش تبقى كونيك بايلو فوكس بايلو فايتس وخلاص. تعال نشوف الكلام ده وقتها. شايفين الكدني هنا؟ اتقسمت نصين، فيها سيست ولا ما فيهاش؟ مالتيبل كافيتيز تمام؟ وفيها هنا كيزيس ماتيريال اهي. يبقى الاول التشخيص بتاعها قبل كيزيس ماتيريال وانا مغمض بايلو فايتس بايو بايلو فايتس بايو ايه؟ ولما الاقي الكيس اوف ماتيريال ازود كلمه تي بي ازود كلمه ايه؟ تي بي. يبقى ده عباره عن تي بي فوكس او تي بي كاسيتنج فصال ده عباره عن كافيتي تمام؟ فدي تي بي فيتش انفورفنج هي واخده البيراميد ومش عارف ايه سبب من الكلام ده. ده ريجولار كافيتيز مالتيبل وماليا هنا البرينكما ولو شاورنا انا على اي حته على البريفري اقول له اتروفيك هنا الفيش واتروفيك هنا ليه؟ فيش التشخيص بتاعي انا مغمض في اي كافت جواها بايلو نيفايتس وبايو. طيب تعالوا شوفوا الكدني دي فيها كابتيشن ولا ما فيهاش كابتيشن؟ التشخيص وانا مغمض ايه؟ بايلو نيفايتس بايلو نيفايتس. هنا يا اولاد شايفين ادي بقيه الكدني الهيئه دي هتروفيك ولا مش هتروفيك؟ خلاص بقى ماركت ايه؟ هنا ماركت دايلاتيشن في النص هنا البلد وبعدين هنا مالتيبل كافيتي وعشان يعرفني ان الكافيتي دي كوميونيكيتنج وذ اتش هازر حاط لي فيها حته ازاز. شايفين ده؟ ده قطن الازاز اهو. واخدين بالكم منه ولا لا؟ الكافيتي ده فتح هنا البلد فتح الكافيتي ده. فاكرين هو كنا حاطينها زمان ليه؟ لان احنا كان عندنا دايما طلبه يتلخبطوا ما بين البولوسيست الكدني في شهر الاول بروسيست الكدني وما بين البايونيفايتس الاثنين ملايين كبد انما البروسيست الكدني لا يمكن الكبد تفتح في بعضها انما البايونيفايتس الكبد فتحه بايه؟ في بعضها ومع عين البيت خلاص؟ فعلشان كده طالما لقيت مالتي والكبد يبقى التشخيص بتاعي زود معاها بايونيفوز اند بايرو ايه؟ فايتس شاورلي من بره من هنا اتروفيك هنا التشن مالتيبل كافيتيز كوميونيكيت وذ اتش اذر اند هنا البيرنس شاور لي في النص يبقى ضايلت هنا الايه؟ بيرنس هنا هنا بيرنس ادي المنظر. شايفين الازازه دي؟ معديه من كل الكافيتيز خلاص؟ هنا مالتيبل كافيتيز ولا لا؟ مالتيبل كافيتيز وادي حته من اليورطه مليانه بابيل خلاص طالما لقيت مالتيبل كافيتيز يبقى بايو
نيفوزيس وبايله ايه؟ فايت. بايله نيفوزيس وبايله ايه؟ نيفايت. خلاص؟ مليانه تيرت يلو ماتيريال بس مش كذا، دي عباره عن بص ومالتيبل كامب كوميونيكيت ويتش اذر وريليتد رينال بلفيس. وهنا اليوتا في بابين، هنا اليوتا في ايه؟ بابين. الحتت اللي هي طلعت تمام؟ اكبرها لك شويه. باينه هنا البابيلي ها؟ خلاص؟ طيب شايفين الكف ده ولا ايه؟ طيب هنتخيل مع بعض، دي حته من اليوم. خليكم معايا كده، حته من الايه؟ وبعدين دي كل الكالسيس. بقت فيري دايليت، صح ولا لا؟ وبعدين دي بقيت الرينال تيشن والريجولار سيرفس. وده كله كابيتيشن. هنا يبقى فايو ها؟ ومن ورا شايفين السيرفيس بتاعها عامل ازاي؟ ريجولار وفي ديبريشن. يبقى ده لما قلبتها لك ودي من قدام. هقول والله تاني وثالث ورابع وسابع. تعالوا بقى نرجع لغينا التاني. ده لسه خلصت. ايه ده؟ مش عارف لقينا كل السيسي بيبقى ايه؟ ها؟ لا نسيت؟ خلاص كده؟ طيب ها؟ الكدني قريبه جدا من الليفر بس فيها هنا مالتيبل ايه فوكس من الكاسيشن تي بي كده ها؟ عامله هنا كابيتيشن تي بي فايل ونفايل. ثلاث الكدني تبقى فيها مالتيبل كابتس وانا مغمض ايه؟ فايل يفوز وفايله فايل تمام؟ دي تي بي عشان فيها هنا كاسيشن اهوت. دي فايل ونفوز وفايل ونفايتس وخلاص تي بي ولا غيره. فايل نيفروز فايل نيفايتس فايل نيفروز فايل نيفايتس ومعاها بابيليوماتوزس في اليوريتا. ده ادي حته من اليوريتا وفيها بابيلا تمام. فايل نيفروز فايل نيفايتس ده الانتيرو بتاعها ولا البوستيريو تمام. اخر واحده يا اولاد في الكدني شايفين هنا ده الحته دي بنت الحتة دي ايه؟ بلت. ودي الحتة دي برضه بلت. فيها دايليتيشن وكابيتيشن ولا لا؟ فيها كابيتيشن. كابيت اهو. ده كابيت اهو. ده كابيت اهو. دي برضه بايلو نيفايتس وبايلو نيفروزس بس معلش زودت لي فيها كلمة هيل لأنه بيحبها. تمام؟ الفص شكلها كده. هما كلهم أصلا فيهم هيل. لأن الكون كله فيه ايه؟ فيه هيل. بس عشان فاهم. ودي هو اسمه ماشي يا صاحبي. طيب لسه اقول ايه الاسئله اللي تيجي في الهيلد بايروفايتس؟ اول سؤال انيوميريت كوزز اوف سمول كيدني. انيوميريت كوز اوف سمول كيدني. اديني الاسباب اللي بتصغر الكيدني. كل حاجه كرونيك صغر الكدني. كل يعني كرونيك كولومون فايتس كرونيك بايرون فايتس تمام. البناين هايبرتنشن كوزز اوف شرنكن او سمول كدني. كرونيك كولومون فايتس كرونيك بايرون فايتس بناين هايبرتنشن هيلينج اوف مالتيبل فانكشن الكوفانتور كونجينيتال هايبوبلاستيك كدني. كونجينيتال هايبوبلاستيك ايه؟ واحد مولود كونجينيتال عنده هايبوبليزيا في الكدني. كونجينيتال هايبوبلاستيك كدني. طيب السؤال الثاني تايبس اوف بايلونيفايتس. تايبس اوف بايلونيفايتس فيها اكيوت وايه؟ وكل السؤال الثالث بريديسبوزنج فاكتور اوف بايلونيفايتس. بريديسبوزنج فاكتور اوف بايلونيفايتس اهمهم الدايابيتس ميليتوس او عامه اللي هو اميونيتي. نمره اثنين في الفيميل عشان البريجنسي وعشان الشورت يورثها. نمره ثلاثه حاجه اسمها فازايكو يوتيك فلاتس. فازايكو يوتيك ايه؟ فلاتس. السؤال اللي بعد كده
The most common organism, the man causing virus like other organism, the minimum of one cell, E. فدي هي الدوينوفايت. فاضل في الكدني ان الاقي في الكدني ماس. الاقي في الكدني ايه؟ ماس في الكدني يعني رينال سيل كارسينوما في الكبار او المسيوما في العيال الصغيره. خلاص؟ الماس بتاعت الكدني يا اولاد دايما هلاقي حته كدني سليمه عامله زي الكيستنت والباقي كله ماس، محدش هيطلع فيه. بص ادي الحته بتاع الكدني السليمه شايفين الحته اللي فوق دي عامله زي الكسنت الباقي ده كل نتوع عباره عن رينا سيل كارسينوم عباره عن رينا سيل ايه؟ كارسينوم بصوا بقى ركزوا معايا لان دي شريحه مهمه جدا جدا ده النورمال كدني اللي فوق ده ما بين النورمال كدني وما بين التيومر في سودو كبسول ميشر سودو ايه؟ كبسول هو ده فايف بارتيشن كل ده التيومر. التيومر نفسه متقسم لفايبرستيشو سيبتا الكومباتو. فايبرستيشو سيبتا اهي مقسمه التيومر للكومباتو. الحتت دي عباره عن سيست فورميشن ونيكوز. سيست فورميشن وايه؟ ونيكوز. تمام؟ تاني نورمال كيك. فورمز كبسول. تمام؟ وبعدين ده التيومر كله ده التيومر ده في سيست فورميشن ونيكوز ده عباره عن فايبرس تيشو سيبتا تمام ديفايدنج ذا تيومر انتو كومبارت ولون التيومر بقى انتوا عارفين ان معروف اسم التيومر ده اسمه طبعا اللون مش باين هنا قوي لان ده هنا ست سنين بقى لك 20 سنه اجل الله عليها وشكل ولكن هي لونها المفروض تحفظه اسمه ورا من الذهب جولدن يلو اسمه ايه؟ جولدن يلو فانت قول له حتى لو مش شايف في بقايا يعني خلاص ما علينا من كده يبقى تاني ماس في الكدني اسمع يا ابني حين نسير كارسينوم الحته دي روم السودو كابسول الفايبرستيشو سيب السيست فورميشن ونيكوز التشخيص بتاعها عين لسان اقول لك كدني وادي الماس بقينا نسلك الصورة بص يمين اهوس وفي منزل خلاص ادي بقينا نسلك الصنومة ودي حتة الكدني باقية تحت يا نوم ودي كلها ماس بعدها دي الجنيه ده بتبقى الاجابة بتاعتها اسمع ادي الماس خلاص وادي حته نورمال من كده ممكن يبقى فوق ده ادي الماس وادي الحته اللي فوق دي عباره عن ايه؟ نورمال كده هنا تسير كارسينوم دكتور هو بيقول الاورجن يا دكتور ان شاء الله يقول ان شاء الله يقول ان شاء الله بكره ان شاء الله هنبقى حكايه بكره ان شاء الله لازم تاني ادي عينك سكة الصنومة اللي هتنزل مهمة جدا 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 لو قلت مهمة مش قلت دي عليها اسمها ايه؟ تمام؟ دي تنزل هنا الكدني وفيها ماس عينك سكة الصنومة بقولها بس شيلها على الشكل الاول عينك سكة الصنومة عينك سكة الصنومة عينك سكة الصنومة كلها كدني كلها كارسينوم كتير بقى برضه نفس الكلام هنا نسيت كارسينوم يبقى كدني وما زال نسيت كارسينوم بكره كده عندك كفايه عنك انا حاسس ان انا نسيت كدني ليه يا مباشر بس هو Thank you.
اي جابيتيشن مايلو فايل 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 اي مس اي مس هنا عندنا سي ايه فضيله الكدني الولد واشوفها تحت الميكروسكوب صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه اللي تفرق لي ايه؟ لان الويلز تيومر ده لا يمكن يجي الا في الاطفال. ما يجيش الا في الكبار. بيجي في الاطفال من سن 2 ل 5 سنين. خلاص؟ انما في الجار كده واحد جاب لي جار وقال لي دي كدني بس ما قاليش كدني بتاع تشايلد تمام؟ انا ما اقدرش اقول له دي كاسرين سيكاس نوما ولا ايه؟ ولا ويلز مش كده ولا فدي جزء ادي الكدني تحت اهي ها؟ نورمال كدني ده خلاص وكل ديت ماس ماشي من التيومر يعني لخضر كويس ان هي اسد كلها هي ايه اسد فبالتالي الاسئله عليها هتبقى مفهوم تمام كلها نظر يعني هيبقى نقول لك فقط يجنوز الصعب هتبقى اسئلته هو هيقول لك فيها دايجنوزيس والتاني سالك عليها اسئله الويلنس هنقولها دلوقتي الاسئله اللي تنزل في الويلنس والاسئله اللي تنزل فين؟ في الرينا سيكتا خلاص؟ نعم لا في حاجه زي كده الدايجنوز هيبقى صعب عليك جدا لان دي ماس كده خلاص؟ يبقى انا عندي كدني وطالعه منها الماس بالمنظر ده تمام؟ ما مش شايف فيها لا سوبر كبسول ولا شايف حاجه غالبا دي هتبقى وايل مستيوم غالبا هتبقى ايه؟ وهنا وايت الكدني وايل مستيوم خلاص؟ ده عباره عن ماس وده عباره عن هيمويد وده سيست فورميشن وايل مستيوم ده اسمه طيب ايه الاسئله اللي هتجي لي في الرينال سيكرس نوما واللي هتجي لي في الويل مستيوم؟ اول سؤال في الرينال سيكرس نوما تمام؟ الديسبوزنج فاكتور الديسبوزنج فاكتور اوف رينال سيكرس نوما. تاني سؤال مهم جدا برزنتيشن. عيان رينال سيكرس نوما هيجي لك عياده تربيه. بيجي بثلاث شكوات. اول حاجه يجي لك بيكوز هيماتور. كوز هيماتور يعني دم في كل اليوم. كوز هيماتور اليوم كله نازل دم. كوز هيماتور او توتال هيماتور. تمام؟ نمرة اتنين يجيلك بماس يسموها لوين ماس حتى اللي اسمها لوين لوين ماس او يجيلك ببين لوين بين يبقى التلاتة مع بعض البرزنتيشن بتاع العيان بتاع عيدل سيكتاس نوما ها توتال واحد من الهيماتوريا لازم تكون نوع توتال هيماتوريا ان في تيرمال هيماتوريا نمرة اثنين ها بوين ماس نمرة ثلاثة بوين بين يبقى ده برزنتيشن بين ألم وماس وهيماتوم السؤال الثالث تايب اوف رينال سيركاسينوما تايب اوف رينال سيركاسينوما أربعة بالسي واحدة بالاس كلير وكومو فوق قوموا فيه كولكتنج دارك ساركوماتويد أربعة بالسي واحدة بالاس خلاص كلير قوموا فوق قوموا فيه كولكتنج دارك ساركوماتويد قوموا فيه ده كده خلاص
بديل التايب الوالمس تيوب. اول حاجه يسالك فيها الايه بتاع الوالمس تيوب. تاني حاجه يسالك فيها ايه البريدسبوزنج فاكتور جينيتيك. كلمه واحده جينيتيك خلاص بتيجي مع الصندوق خلاص. رابع حاجه مهم جدا مايكروسكوبيك ابييرنس اوف ويلمس. مايكروسكوبيك ابييرنس اوف ويلمس تقول له ده تاي فيزيك تيومر. تاي فيزيك تيومر يعني فيه ثلاثه كومبوننت، فيه بلاست ماسات وفيه ابيسيليا كومبوننت وفيه ستومال كومبوننت. ففي مالجنت بلاست ماسات ابيسيليا كومبوننت اند ستومال ايه كومبوننت خلاص. ده بالنسبه للويب. بعد كده يا اولاد عندنا اليورينري بلادر. اليورينري بلادر نتيجه لوحدها نتيجه مع يوترس. نتيجه لوحدها يورينري بلادر نتيجه مع يوترس. اليورينري بلادر ما فيهاش الا كارسينوم. اليورينري بلادر ما فيهاش الا ايه؟ الكارسينوم بتاع اليورينري بلادر يا اما كولوبايد كارسينوم. بص ده دي اليورينري بلادر اهي، دي كلها يورينري بلادر ودي ماس طالعه في اليورينري بلادر خلاص. خلينا على ما لهاش اسهم دي، يبقى دي يورينري بلادر ودي كولوبايد ماس طالعه ماليه الكبد بتاع اليورينري بلادر. هنا في حته توقع الفريش، وهنا في زي كافيتيشن داني كوز، وهنا داخله جوه الوول داني انفلتريشن. تعال نشوف الاسفل. ادي اليورينري بلادر، ادي الماس تقوله بالبوينت ماس انسريشن دي كوز ماس انفلتريشن. دكتور اصلا انت عايز تقول لي احسن ليه بلادر لا مش باين اصلا ده بلادر. هيقول لك انت في يورينا. اه ماشي بقى شبه الكدني وشبه كل حاجه. فين الكدني دي؟ والله دكتور شبه ده كبد يا ابني اهو. ودي ماس جوه كبد. فين الكدني؟ يا عم عايزين نروح يا عم. لا اربعه سنين يمكن في فين انا مش لاقي اي شبه في الكدني. طيب شبه بايو اللي في الكدني ولا شبه بتاعت الميلاريزيتس ولا شبه بتاعت هو مين بيتكلم يا دكتور؟ لا الكانسر. فين بقيت الحته اللي هم اسمع يا ابني انا كده يا ابني ده بقى انا هنا القطر. اسمع يا ابني الساعه كام؟ الساعه 5 بعد دي ماس جوه اللي هنا بتاع الفانسريش كان يكون الاداء هتبقى رايحه بالتريشن تمام؟ والتشخيص بتاعي بالبوت كاستروف انه هنا بالظبط. ده كلام قبيح. لا يا عم مش هينفع. طيب ده عباره عن سيبك خالص من مش قوي. ده سيست ولا مش سيست؟ مش كده؟ السيست ده طلع فيه ماس ولا مش طلع فيه ماس؟ فيه ماس. في اليورينري السيست هي يورينري خلاص؟ وادي ماس فيها يبقى كارسينوم. انا قلت اليورينري بلادر ما فيهاش الا كارسينوم. ونفس الكلام هنا عامله انفلتريشن داخله الغول. الغول اهو داخله فيه تمام. هنا في حته واقعه منها انسريشن. الحته هنا واقعه منها حته ده انسريشن. دي الماس ودي الحته دي الكوز. الله يخليك يا حبيبي. هنرجع تاني وكده نكفرها اهو. ادي ماس. اسمع يا ابني خلاص في الاخر جبت كده. امال احنا وادي الكبد بتاع اليورينري بلادر. الغول اللطر الغول بتاعها. الحتت الواقعه دي كلها انسريشن في النص ميكوز. وهنا داخله في الاول انفلتريشن. نرجع تاني. طيب لو هنا بلادر الشريحه الوحيد اللي معاها يوترس عباره عن يورينا بلادر كارسينوما انفلتريت الفاجينا. لو هنا معاها يوترس الوحيده لو لقيت يوترس يبقى يورينا بلادر كارسينوما انفلتريت الفاجينا. حد شك ان ده يوترس؟ ودي فالوبيان ايه؟ حلو كده يا عم الحاج؟ في اوفر انا طيب اسمع يا ابني هو اليورينري بلادر قدام الفاجينا ولا وراها؟ قدام 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 قدام
تسمع يا سيدي دول عارفين اناتومي ولا عارفين مصوص ولا عارفين اسمع يا انت يوين الضغط واليغصه الانتيو يوتس وبعدين ايه وداينا بعد كده ايه مشكله ولا طيب هذا اللي هنا الضغط يا ابني اسمع يا عم بس الضغط خلاص على كده النهارده تمشوا دي
ماشي هنقعد نكررها لغايه ما نحفظ شكلها كده وخلاص محدش يقول لي هي فين وما فيش اهي وين سكاي سكايد تيست محدش يقول لي تيست اسمع يا ابني ادي التيست وبعدين واخد باك اب سيكشن ولما خدت باك اب سيكشن ببص لقيت فيه سيست جوه التيونيكا فاجيناليس وفي ريسيك مود ولقيتها مليانه بص ده عباره عن سيست اهو بص هو يا ابني دكتور خلي البيت بكره اصلا مضيش كلهم كفايه يا دكتور بلال بعدين بص باينه جدا خلاها بكره يا دكتور خلاها بكره يا دكتور طب واللي هيفوت وهيحصل ايه؟ راجع يا دكتور ماس في الكيدني رينال سيل كارسينوم
رينال سيل كارسينوم. رينال سيل كارسينوم. رينال سيل كارسينوم. اقعد كده عشان الناس تشوف بس. خلاص. ها.